ممكن أن نستعير بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن عملية محتاج إلى سلاح لو مشغلين. يعني مثلا البعض يقول إلى أنه طائرات F-16 ممكن أن توقف بانسحاب المستشارين مثل ما يطلب تطلب الفصائل. وصلت الفكرة. أي. شوف، كل سلاح أستاذ عدي، كل سلاح يجب أن يكون لديه فيرجينات، مستويات، يعني يتطور السلاح. هسه هو مو من المعقول احنا لليوم بدنا نركب يعني مقاتلين راكبين همرات موديل 2012، مو معقول. احنا دخلنا بال 22، هذا الموضوع يحتاج تطوير، عمليات التطوير يجب ان يكون هنالك مدربين. هسه انا يعني كوني ابن المؤسسه العسكريه يعني تدربت على كثير من المدربين والمستشارين والخبراء الروس في وقتي طبعا. لازم هو لا يمكن ان انت تجي تستلم سلاح وتدخل دوره عليه وانتهى الموضوع، يعني سلاح ده يتطور. من يجي سلاح يعني الفيرجن الاعلى الموديل الاحدث يجب ان يكون هناك تدريب عليه، حتى ان كان على مستوى طائرات، حتى ان كان على مستوى البندقيه اللي يحملها المقاتل الجندي المشاد. اذا موضوع التسليح الامريكي وتواجد خبراء ومستشارين ومدربين، هذا الموضوع لازم ما دام هنالك تسليح امريكي تغير لي عقيده التسليح، تحولها على الفرنسي، تحولها على دول اشتراكيه، عفوا يعني الشرقيه، نعم. تحولها على غير دوله، ممكن هذا غير موضوع، لكن احنا نتكلم على عقيده التسليح الغربيه، والولايات المتحده الامريكيه مسؤوله عن تسليح العراق. لا، ما ممكن انه نسحب المستشارين والخبراء والمشرفين.